وهاك ذول لجوجل ملك لي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم نور الدين في نوفير فيديو. في هذا الفيديو راح نشوفوا 10 خدع من جوجل. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات وتابعوني في الانستغرام، هذا هو والرابط في الديسكريبشن. خليك معنا. اول خطوه تروح للبحث تكتب جوجل اندر واتس، تلقى جوجل غلط. وكي ترص على انتر يجيك اسمك، تسترش انتر يجيك اسمك واحد اخرين واسمك واحد اخرين. كي ترص على زر اي ام فاير لايكي يجيك عملات. خطوه اثنين، تكتب في البحث جوجل جرافيتي، تلقى جوجل وتاخذ الثاني تلعب به. خطوة ثلاثة، تكتب جوجل ميرو يجي جوجل بالشقلوب. وبالنسبة إلى نتائج البحث ثاني بالشقلوب. خطوة رقم ربعة، تكتب في السيرش جوجل دو يور رول وجوجل يدور. هذا مكتب دير لايك. خطوة رقم خمسة، تكتب في السيرش جوجل سبير، تلقى جوجل تحول إلى كرة كبيرة ويدور حوالين نفسه. كل ما تبعد من الماوس يدور أسرع، كل ما تقرب يدور أبطأ. خطوة رقم ستة، تكتب في السيرش جوجل إن سبيس وجوجل يعود بلا جاذبية، تقدر تحركه ثاني. خطوة رقم سبعة، تكتب في السيرش جوجل يجي جوجل بشكل ذا، وكي تبحث ثاني يجيك باللون الغريب ذا. الخطوة رقم ثمانية، تكتب في السيرش فيبي تلقى جيتارة بالجنب، كليك عليها. Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you? Smelly cat, smelly cat, it's not your fault. الخطة رقم 9، اكتب في السيرش تيم درايدل وتجيك هذه للدور. شنو الفايدة من هذه؟ ما اعرف. دور عليه؟ ما اعرف. الحاجة اللي اعرفها انك تديروا لايك. الخطة رقم 10، اكتب في السيرش جوجل سبير يعود عندك الامكانية انك تفتح جوجل وتسكره ثاني. لايك. الخطة الأخيرة، كيف تخلي جوجل باسمك؟ تدخل الرابط اللي نخليه في الديسكريبشن، من بعدها ترص على جوجل لوجو وتكتب اسمك، وهاك ذولا جوجل ملك لي. هنا لعقنا نهاية الفيديو، نتمنى كون عجبكم الفيديو. إذا عجبكم تنسوا الاشتراك بالقناة وتابعوا جرس التنبيهات وديروا لايك ثاني. وهذا الانستغرام تاعي، روح تابعوني تلقوه في الديسكريبشن ثاني. كان معكم نور الدين بالوناز، فيديو آخر إن شاء الله. جود باي. Trust me, I was down bad, feeling sad, feeling sorry. Now you really gone and I can't get you to call me. Wanna run away, fuck this love and fuck this place.